العلماء بعد كينات المؤرخين العلماء المسلمين كيقدروا التقدير ديالهم من اللي كيجمعوا الأعمار ديال الأنبياء من عهد آدم إلى غير ذلك، التقدير ديالهم كيشير ما بين 30 و 40 ألف سنة. التقدير ديالهم ديال خلق آدم، هذا التقدير ديالهم. ولكن في القرآن الكريم كاين إشارات بأنه قبل نزول آدم بأنه كانت أمم وأمم وأمم عديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكر الإخوان والأخوات المتابعين والمتابعات على الملاحظات ديالهم وعلى التعليقات وحتى على التصويبات، داكشي كلشي انا كنستافد منه، بالاضافه انه الجمهور ديال المعلقين والمعلقات حتى هما كنستافدوا جميعا من هذا النقاش. في هذه الحلقه غادي نتكلم على واحد الاستدراك فيما يخص نظريه التطور. الحلقه السابقه كنت تكلمت كيفاش الاسباب اللي ادت بالغرب والعالم الغربي الدول الغربية أنهم يعزلوا الكنيسة ويتخلصوا منها ويفصلوها نهائيا على الحياة السياسية ومن بعد يفصلوها على الحياة العامة. وكنت قلت من الضربات اللي كانت توجهت لها كان الطبع ديال الكتب المقدسة، ثم علم الحفريات، ثم اكتشاف كروية الأرض، ثم نظرية التطور اللي كان جابها تشارلز داروين. تشارلز داروين هذا هو اللي كانت صاحب آخر ضربة قاسمة ضربت الكنيسة، وهذه النظرية هذه اللي كان جابها، وهو أنه الإنسان كائن متطور، يعني واحد سلسلة ديال التطور اللي كانت عبر مئات الآلاف أو ربما ملايين السنين هي اللي أدت أن الإنسان كيكون بالصفة دياله الحالية، وبالتالي هذه النظرية أنفات الصفة ديال الخلق، يعني نظرية الخلق أو لقصة الخلق كيف جات في الكتب المقدسة وفي الديانات السماوية. النظرية ديال التطور كان جات باش تضربها، وبأنه ما كاين لا خالق ولا هم يحزنون، وإنما الإنسان الجد ديالو كان قرد. الكنيسة طبعا تأثرت بهذه الفكرة، ولكن الإسلام فلت منها والمسلمين فلتوا منها للأسباب التالية. لأنه في أحد ملاحظات ديال أحد الإخوان قال لي بأنه راه هذه النظرية هذه راه كيف ما أثرت على الكنيسة أثرت طبعا على الإسلام، والإسلام كيطلب منا أننا نتبع العلم، وما دام هذه النظرية اكتشفها العلم فطبعا خصنا نتبعوا حنا هذه النظرية، وبالتالي خصنا نضربوا في ديك النظرية ديال الخلق كيف جات في القرآن الكريم. إذن هاد الفكرة هذه ديال أنه هاد النظرية جابها العلم وخصنا نتبع العلم ونحيدوا الفكرة ديال الإسلام، هذه غلطة. لماذا؟ لأنه الإسلام أصلا في القرآن الكريم أشار بأنه قبل نزول آدم عليه السلام، قبل ما يخلق الله، بأنه كانت مخلوقات عديدة. كنا قلنا بأنه بالنسبة للكنيسة كانت كتحدد العمر ديال الكون ماشي الكرة الأرضية، العمر ديال الكون كله بمدة لا تزيد، يعني في المجمل ديالها منذ القرن 18 إلى يومنا هذا ما كتوصلش لعشر آلاف سنة، هذا المجموع اللي كانت كتقدره الكنيسة وفق ما تقول بأنه مكتوب في الأناجيل. الإسلام ما قالش بأنه منذ ظهور آدم إلى يومنا هذا بأنه كان عشر آلاف سنة أو إلى غير ذلك، لا. العلماء بعد كينات المؤرخين العلماء المسلمين كيقدروا التقدير ديالهم من اللي كيجمعوا الأعمار ديال الأنبياء من عهد آدم إلى غير ذلك، التقدير ديالهم كيشير ما بين 30 و 40 ألف سنة. التقدير ديالهم ديال خلق آدم، هذا التقدير ديالهم. ولكن في القرآن الكريم كاين إشارات بأنه قبل نزول آدم بأنه كانت أمم وأمم وأمم عديدة. إذن على هذا الشيء بالنسبة للإسلام ما عندوش مشكل مع العلم، يعني فوق ما تلقات الحفريات مثلا جماجم أو عظام منذ ألف سنة، عشر ألف سنة، مليون سنة، جوج مليون سنة، هذا كيأكد بأنه الإسلام
ما يعني غادي مع العلم، يعني فيما اكتشفناه ما كاينش مشكل. والدليل هو انه مثلا البدايه ديال الاسلام او الدعوه الاسلاميه ولا الامه الاسلاميه تقريبا 14 القرن وشي حاجه، ورغم انه هاد الاكتشافات يوميا كنسمعوا كشوفات 300 الف سنه 400 الف سنه مليون سنه، ولكن ما كتاثرش على العقيده ديال الاسلام، لانه في القران الكريم كاين اشاره بانه كاين امم كانت قبل ادم عليه السلام. يعني مثلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. إذن غير في هذا الملخص هذا بوحده كافي كبير لنا كيفاش أنه الملائكة عندها واحد الفكرة على مخلوقات سابقة كانت تفسد فكرة. وجاء كذلك في التفاسير منهم ديال بنو كثير واحد المجموعة ديال المخلوقات اللي كانت منها كما هو يعني شائع ما يسمى المخلوقات اللي كانت قبل آدم، كان الحين والجين والسن والبن. هذه جات في التفاسير ديال العلماء الإسلام اللي فسروا، وهذه التفاسير بيدها هي من الإسرائيليات. يعني الإسرائيليات شنا هي؟ الإسرائيليات هي الأخبار وديك الثقافة اللي كانت سائدة قبل نزول الإسلام، ثقافة سواء كانت مكتوبة أو كانت شفوية. هذه التفاسير كاملة كانت توخدات على المرحلة ديال ما قبل الإسلام، وهذه الإسرائيليات كتعتبر حتى هي من المصادر ديال التاريخ. وفي الإسلام كيقولك بأنه الإسرائيليات تؤخذ مأخذ باقي المصادر، يعني لا تصدق ولا تكذب، يعني ما عندهاش الصبغة اليقين وما عندهاش الصبغة التكذيب، ولكن كتاخدها كما هي. إذا كانت مطابقة للقرآن الكريم فهي مطابقة، كانت مخالفة لما ورد فيه نص صريح فهي مخالفة. إذن هذه الأخبار ديال الأمم السابقة فهي كتبقى حتى هي وجهة نظر ديال الثقافة اللي كانت قبل. إذن هنايا المخلوقات اللي كانت قبل نزول آدم فكاين إشارات عديدة عليها، وكيف قلت أنا أبرز إشارة وهو أنها كاينة في القرآن الكريم. وبالتالي علم الحفريات والكشوفات والجماجم والعظام اللي بقي كيكتشفها العلم إلى يومنا هذا ما عمرها أثرت في العقيدة، لأنها لا تصطدم مع العقيدة ديال الإسلام. ماشي مثلا في المسيحية الكنيسة كانت كتقول بأنه صراحة بأنه العمر ديال الإنسان والعمر ديال الكون بالأحرى، وفرق ما بين الكون وما بين الإنسان، لأنه الإنسان وجد على سطح الكرة الأرضية وبقي العلم كيفتش إلى يومنا هذا ولا يستبعد وجود كائنات مخلوقة في الفضاء ديال الله عز وجل وفي الكون ديالو اللي كتعتبر الكرة الأرضية مجرد ذرة، يعني من الرمان ديال داكشي اللي خلق الله عز وجل. إذا نظرية التطور أصابت الكنيسة. لماذا أصابت الكنيسة؟ أولا وقبل كل شيء بعد كينات أو علم الحفريات أصابت الكنيسة، أولا وقبل كل شيء لأنه الكنيسة كانت ما كتدليش بمسائل اللي هي النصوص الصريحة وبأنه وحي صريح في الكتب السماوية، وإنما الأمور كانت اختلطت وبدأت الكنيسة يعني الشرائع اللي كانت كتقدمها هي الشرائع ديال رجال الدين، وكان المرجع الأعلى عندهم هو الكلام ديال رجال الدين، ماشي بحال مثلا في الإسلام. لا في الإسلام ولو توجد شي طبقة المفكرين ولا المفسرين ولا العلماء ولا الفقهاء واخا يكون اللي كان، مع ذلك كيبقى دائما المحاكمة ديالهم على ضوء النص الشرعي، كيكون هو المرجع وهو اللي كيأطر الاجتهاد ديالهم. يعني النص الشرعي كيبقى دائما هو المرجع على كل العصور، بينما مثلا في الكنيسة لا، كان النص الشرعي ماشي هو الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس كان محتكر وكان ما كيتيحش للناس كاملين، كان المرجع هو الكلام ديال رجال الدين. إذا نظرية التطور وعلم الحفريات أصابت الكنيسة لهذا السبب ولم تصب الإسلام. إذا حنا ملي كنقولوا الإسلام كأمرنا باش نتبعوا العلم، كنتبعوا العلم. العلم قال لك بأنه العظام والجماجم وعلم الحفريات باقي كيلقاو مخلوقات بشرية كترجع المئات الآلاف من السنين، إذا خصنا نتبعوها.
علاش؟ لان عندنا واحد السند بانه كاين مخلوقات قبل نزول ادم، وكاين كذلك واحد المصدر ديال المعرفه اللي هي ثقافه كانت سائده قبل نزول الاسلام، كتنقلها الاجيال جيلا بعد جيل. البعض ديالها اللي هو المصدر ديالو كان الوحي، يعني ديك الكتب اللي هي السابقه، وطبعا كيختلط هذا بهذا، وحتى هي كيعتبرها الاسلام بانها من الاسرائيليات، وبانه الانسان يتعامل معها بحذر. وهنا كنلاحظوا من اللي كيعتبرها بانها من الاسرائيليات ويعتبر بحذر، هنا كنشوفوا كذلك كيفاش الاسلام انه كيمجد العقل وكيعطيه كيفرض عليه انه يغربل وبانه ينتبه، يعني ويتحرى ويبحث وينبش، يعني انه ما كاينش فرق. وبالتالي فانه نظريه التطور كيف قلنا اللي كترجع للانسان الاصل ديالو قرد، علاش رفضوها المسلمين؟ قبل ما يرفضوها المسلمين رفضوها الناس اللي ظهرت في المهد ديالهم هاد نظريه التطور ديال تشارلز داروين. داروين هذا كان ظهر وكان خلق في الاول ديال القرن 19، واول واحد تعامل مع النظريات والابحاث ديالو بامتياز هما العلماء ديال البلاصه اللي كان ظهر فيها في النمسا. وداروين اول واحد اشار بانه ما كانش كيحترم المنهجيه العلميه، ماشي هما المسلمين، بالعكس هما الناس ديالو اللي كانوا في المدينه ديالو فيينا، اللي كانوا في الدوله ديالو، اول واحد اشار بانه ما كيحترمش المنهجيه العلميه. ثانيا بقى كيقولوا العلماء بانه داروين اشار وقال بانه كاينه واحد الطفره جينيه هي اللي خلقات، وهذيك الطفره جينيه بسيطه، وهذاك الفرق كبير ما بين ديك الكروموزومات ديال الشمبانزي اقرب الانواع وما بين الانسان، هذاك الفرق القليل. كيقولوا العلماء المسلمين كذلك بانه الا كان ذاك الفرق القليل ضئيل جدا، كيقول لك المشكله ماشي في انه ضئيل جدا، المشكله انه كيفاش وقع، كيفاش نفسروه، وعلاش ما وقعتش طفرات اخرى. انا ماشي عالم مثلا ديال الحفريات او ديال الكيمياء او ديال الفيزياء الى غير ذلك، وماشي عالم كذلك ديال الدين، ولكن هذه المعلومات هذه اللي نقلت لكم هي المعلومات المتفق عليها بصفه عامه. كاين واحد الخطا كيوقعوا فيه الكثير من العلماء ديال المسلمين، يعني مع ذلك لان هذا ما كيمنعش باش نعطيو الراي ديالنا، وهو ما يسمى مثلا بديك الاعجاز العلمي والتهليل والتكبير في كل مناسبه كيوقع شي اكتشاف علمي او لا شي عالم من العلوم الطبيعيه كيقول شي حاجه، وكيقولوا بان هذا راه ما يوافقها في القران الكريم الى غير ذلك، وكيفرحوا اكثر من القياس. العلماء الاغلبيه ديالهم كيقول لك لا، ما خصناش نقارنوا الصح والخطا في القران والسنه دائما بالاكتشافات العلميه، وخصنا نردوا بالنا. علاش؟ لانه الاسلام كينص على الاخذ بالعلم بالدرجه الاولى، العلم بالدرجه الاولى، وكيقول لك حتى ولا وقع شي تضاد مع شي نص قراني او لا شي حديث نبوي صحيح، كيقول لك فاللي خاصو يكون هو اعاده النظر في التاويل وفي التفسير اللي تعطى لذاك النص، يا اما القران واما السنه. مثلا الى ظهر شي اكتشاف علمي واضح وكيحتارم المناهج العلميه وموضوعي ومحايد، وبان لنا بانه كيصطدم بشي ايه قرانيه او لا الحديث النبوي، فالعيب راه ما كيكون لا في الحديث النبوي ولا في الاكتشاف العلمي، العيب كيكون في التاويل اللي تعطى، خاصو يولي يتجدد عمليه ديال التاويل من جهه. يعني وما خصناش نقارنوا داك المسائل اللي كتكون في الكتاب والسنه، نقارنوها دائما بالعلم ونبقاو نتسناو العلم هو الذي يؤكدها. كنسمعوا بزاف هذه القضيه كيقول لك وهذا شيء هو العلم يؤكد ما جاء في كذا، او العلم يؤكد ما جاء في كذا وكذا. لا، العلم علم، والحقائق او الاشارات اللي كتجي مثلا في القران او في السنه هذاك شيء اخر، فكيتعطى لها واحد التأويل في واحد الوقت. من بعد ظهور الفترة، من بعد ظهور نتائج في العلم، من اللي كتظهر نتائج يقينية في العلم، أولا بعد النتائج ديال العلم تؤخذ، ثم يعاد النظر في التأويل وفي التفسير اللي تعطى لها من قبل. شيء آخر كذلك ضروري خصني نأكد عليه، وهو أنه الإسلام خلافا لما يشاع بأنه خرافة وشعوذة وأنه كذا وأنه كذا، الإسلام دائما كان كيأمر، وما زال في القرآن الكريم دائما كيأمر المسلمين أنهم يبحثوا
وكنلقاو بزاف ديال الايات اللي كتقول الانسان كتقول له سيروا يعني في بحاته في الامم السابقه وبحاته في التاريخ ديالها وسنن من كان قبلكم وكيفاش طلعوا وكيفاش كانوا وكيفاش بناوا وكيفاش علاوا وكيفاش تحوذروا وكيفاش نزلوا وكيفاش هبطوا والطريقه ديال كيفاش ان الامم تاسست وكيفاش ضعفت وكيفاش انحلت. يعني كان العقل مفتوح للانسان المسلم انه ينفتح على المسيره ديال الحضارات. والدليل دليل دليل بان هذه القضيه هذه بانها تطبقات وبانه الاسلام بريء من داك الشيء اللي جا من قبل من داك العصور ديال التحجر وديال الجمود ديال العقل هو انه من بعد ما تاسست الدوله الاسلاميه وكانوا بدات المرحله ديال الفتوحات في القرن الثاني في القرن الأول الهجري والقرن الثاني الدليل هو أنه جميع الأقطار وجميع الأمصار اللي كان وقعت فيها فتوحات إسلامية جبرنا بأنه الولات اللي كانوا كيكونوا عليها من الصحابة يعني العمال أو الولات اللي كيكونوا على هذه الأقطار وحتى الجيوش ديال المسلمين من اللي كانت كتقوم بهذه الفتوحات ولا جيش واحد قام مثلا بتحطيم التماثيل ديال التماثيل او المآثر التاريخيه ديال الامم اللي كانت قبل منا. مثلا عمرو بن العاص ملي كان دخل مصر ما دار حتى شي حاجه لا الاهرامات ولا ديك المآثر اللي كاينه في مصر والو نهائيا. كذلك ملي فتحوا العراق بقات كذلك المآثر ديال بابل بقات المآثر ديال السومريين بقات المآثر ديال الحضارات ديال الرافدين في لبنان كذلك او الشام كيف كان كيف كيتسمى كذلك هنا في المغرب. اذا في ذاك القرن الاول اللي كانوا فيه الصحابه متشبعين بالروح ديال القران شفناهم بانهم اثناء الفتوحات كانوا ما كيمسوا حتى شي حاجه من حتى التماثيل كانوا ما كيريبوهاش وتا التماثيل ما كانوش كيهدموها وكانوا الاثار ديال الامم السابقه بالعكس كانوا كياخذوا منها عبر وعظات ودروس. وهذيك راها باقى لنا اسلوب خصنا حتى حنا نتبعوه وهو انه الحضارات السابقه والامم السابقه والعلوم والحفريات الى غير ذلك هذيك المسلم العقل المسلم خصو يجتهد فيها ويزيد لانه العلم فريضه العلم فريضه وما كاين حتى شي نص اوضح من هذا النص هذا اللي كيبين لنا بانه الاسلام جا كيهضر على العلم بكل عبارات واضحه. العلم فريضه على كل مؤمن ماشي غير العلم مثلا الشرعي او الفلسفه او الى غير ذلك لا جميع العلوم كامله. اذا غادا نرجعوا الملخص ديال الفكره اللي بغيت نقول انا الملخص ديال الفكره اللي بغيت نقول بانه الكنيسه الا كانت نبذوها الدول الغربيه والدول الاوروبيه فنبذوها راهما نبذوا الخرافات ونبذوا الشعوذه ونبذوا التصرفات ديالها لانها كانت لا علاقه لها بالدين السماوي المسيحي الاصلي عليها نبذوها. ولكن في العالم الإسلامي الإسلام لم ينبد. علاش؟ لأن ما كاين حتى شي اصطدام ما بين الإسلام وما بين العلم. فوكاش بدات هذه الحملة ديال الكره والحقد للدين والنفور من الإسلام بدات حتى دخل الاستعمار في أواخر القرن 19. مع الاستعمار هنا بدات هذه الموجة ديال الحقد على التراث والحقد على الماضي والحقد وربط التخلف ربط التخلف بالدين وربط التقدم بتطليق الدين إلى غير ذلك. عاد بدات هذه الظاهرة وقبل منها ما كانتش هذه الموجة. كانوا الناس يعني اليقين في الإسلام كان يقين في الإسلام وكان حتى إلا كان شي تخلف ولا شي تدهور ولا شي تضعضع في الأمة الإسلامية إلى غير ذلك كانوا وبقى حتى العقلاء ديال المسلمين ما كينسبوه شيء لشي حاجة أخرى كينسبوه للأنفس كينسبوه الاجتهاد كينسبوه التهميش العقل كينسبوه الإبداع ما كيبقاش كينسبوه بزاف ديال الحوايج. ولكن هاد الأجيال اللي من بعد الاستعمار تعرضت لواحد الموجة ديال التضليل عن طريق علماء المستشرقين إلى غير ذلك هذه هي اللي سببت النفور. كذلك أنا متفق مع الإخوان والأخوات اللي كيقولوا بأنه الإسلام في الأصل ديالو حرية والأصل ديالو عقل والأصل ديالو إبداع والأصل ديالو توقير الحريات العامة والحريات الخاصة إلى غير ذلك. ولكن أنا متفق معهم اللي كيقولوا بأنه بالصح اللي سبب النفور من الإسلام هو أنه الإسلام استخدم كسائر الأديان استخدم للظلم لتبرير الظلم استخدم للاسترزاق استخدم للتضليل استخدم للاستعباد استخدم لبزاف ديال الأغراض يعني اللي كتستخدم لها أي حاجة. ولذلك النفوس كرهات
الدين، لانها كرهات اللي كيستعملوا، ولا واحد الرابط ما بين مستعمل الدين السيء النيه، يعني تربطات ديك الكراهيه ما بينه هي والدين. وحنا كنعرفوا بانه في العالم الناس دائما يعجبون بالمنتصر، بالمتقدم، بالقوي الى غير ذلك. اذا ما دام الاسلام في العصور ديال الاندحار تخلط الامور، ولكن الاسلام في الاصل فاش كان مزدهر كان كل شيء كيبغي الاسلام، وكانت الامم كلها كتقلد المسلمين. مثلا في الاندلس كانت الدول الاوروبيه كلها كانت كتلبس الطلبه ديالها بنفس الطريقه اللي كانوا كيلبسوها الطلبه اللي كانوا في الاندلس. يعني الناس دائما يقلدون الاقوى. وحنا خصنا نميزو، راه بصح كاين الخطباء وكاين العلماء ديال الارتزاق وكاين العلماء ديال الفضائيات وكاين اللي باع وشرى وكاين اللي غادي يبقى يبيع ويشري الى يوم الدين. يعني هاد الصفه هذه راه ما غاداش تنقطع، وكان كاين اللي غادي ينافق بالدين، وكاين اللي غادي يبرر به الارهاب، وكاين اللي يبرر به العنف، وكاين اللي غادي هذه مسائل كاينه. ولكن اهم شيء في الاسلام والحمد لله هو انه لا واسطه بين الله وبين العبد. هذا هو الانسان اللي خصو يحمد عليها الله، لانه ماشي مثلا في اديان اخرى ضروري خصك تدوز عن طريق وسيط. حنا الحمد لله مادام عندنا هذه الصفه ان الانسان مباشره كيمكن له ياخذ مباشره داكشي اللي قدر عليه بدون تنطع، او لا مثلا يدخل راسه في شي امور كبيره عليه. كنظن ربما فهمتوا بعض الامور اللي هي كانت ملتبسه. فدقائق معدوده ما كافياش باش تعالج اشكاليات وتفاصيل اللي هي صعيبه، ولكن على الاقل كنحاول انا نثير واحد المجموعه ديال النقاط للنقاش والتامل والتدبر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.